للمزيد تنضم إلينا فرح مراد، محللة أولى للأسواق المالية لدى إكويتي. أهلا وسهلا بك فرح. شكرا على استضافتك. لنبدأ من الأسواق الأمريكية ولنتحدث عن المؤشرات التي كانت على مكاسب لأسابيع متتالية، وأسهم التكنولوجيا هل هي كانت المحفز الرئيسي أم هناك أسباب أخرى؟ على الارتفاع العام فعلا احنا فينا نعتبر اسهم التكنولوجيا وعمالقة التكنولوجيا وحتى توجههم نوعا ما لإعادة شراء اسهمهم، كمان الارباح اللي جاءت نوعا ما جيدة، طبعا كانت عم ترجع تعيد المعنويات، ويبدو ان احنا قريبين مرة اخرى من المستويات القياسية اللي كنا عم نتراجع منها يمكن خلال الشهر، يعني نهاية الشهر الماضي و تقريبا هداك الشهر الماضي، وهلأ نحن بثلاث أسابيع إيجابية للأسهم. هلأ إذا بدنا نشوف الغريب، من بعد ما كان في عنا يمكن قادة التكنولوجيا اللي عم بيوجهوا السوق، لا بالعكس نحن هلأ عم نشوف الأسهم النمو ما كانت هي الارتفاعات الكبيرة جاية منها، فهذا أمر إيجابي كمان لأن نحن بهمنا نكون عم نشوف هالارتفاعات مدعومة في سيكتورز أو في قطاعات مختلفة مش بس مع التكنولوجيا، فأظن هيدي من الأمور الإيجابية لهيدي الارتفاعات اللي كنا عم نشهدها، مدعومة طبعا بالأرباح ولكن مدعومة مثل ما كنت عم تحكي عن هالبيانات اللي عم تفرجينا ضعف في الاقتصاد الولايات المتحدة، احتمال أكبر أن نكون عم نشوف تراجع بهالسياسة المتشددة اللي أصر عليها الفدرالي وجيروم باول اليوم أو يوم غد في عنا حديث منه، من بعد كمان بيانات التضخم قد يعطي صورة أوضح قديش نحن عنا القدرة لنتشدد، خصوصا أنه عم نبلش نشوف أصوات مختلفة بالأسواق. بنك أوف إنجلند أول مرة بيكون عم بيقول نحن منا مضطرين نكون عم نلحق الفدرالي، هو اللي دايما عم يعمل يمكن القيادة ونحن عم نلحقه، ولكن لا ما رح نكون عم نستمر بهذا الشيء، قد نتوجه إلى تقليص الفائدة في جون، وقد نرى أصوات مختلفة رح تجبر كمان الفدرالي مع الداخل مع البيانات الداخلية أنه يقلص هالسياسة المتشددة. يعني تعتقدي البيانات التي ستصدر يوم الأربعاء أسعار المستهلكين ستكون الاختبار الأهم أمام الفدرالي لنرى التوجهات؟ إذا بتلاحظي يعني نحن فعلا في انتظار مجموعة البيانات اللي رح تصدر هذا الأسبوع إضافة يمكن سوق العمل في الأسبوع الماضي نهار الجمعة، لأنه خلال الأسبوع الماضي كله كان عندنا تحركات طفيفة جدا، ما كان عندنا هالفوليوم المرتفع لأنه فعلا نحن سيناريو هنا التضخم مرتفع أعلى من الأهداف، وكمان عندنا بيانات سلبية خصوصا في قطاع العمل خصوصي تراجع يمكن الاستهلاك، التضخم مهم جدا كمان في هذه الفترة. أظن هالسيريز أو هالسلسلة من البيانات اللي رح تصدر يمكن عم نحكي عن أسواق العمل أو عن الاستهلاك، حتى نهار الأربعاء في عندنا كمان بيانات أخرى بتفرجينا قديش الاستهلاك لا يزال قوي ولا لا، مع حديث جيروم باور قد يفرجينا صورة أوضح لترند أوضح في الأسواق فعلا. طيب فرح لو انتقلنا إلى أسواق النفط، يعني مع الضبابية الجيوسياسية نوعا ما، يعني تارة يكون هناك تصعيد وتارة يكون هناك تهدئة، وأسعار النفط تتحرك ضمن هذا النطاق، وهناك يعني في اجتماع أوبيك بلس المقبل في الشهر المقبل، ما هي التوجهات التي تعتقدين أو العوامل التي ستعتمد عليها قرارات أوبيك بلس، خاصة بعد أن هناك يعني العراق مثلا قالت بأن لن يكون هناك خفض المزيد من خفض الإنتاج، ما رأيك؟ يعني هلأ فعلا كمان حديث اللي جاي من العراق منه كتير واضح، هل هن رح يستمروا في التراجع الإنتاج الحالي بس منهم مستعدين يقلصوا أكتر أم هن حتى رافضين للتقليص الحالي؟ هون كمان صورة واضحة أظن، ولكن خلينا نعتبر أنه تقليص آخر تراجعات أكبر لا أظن أنها واردة، لا أرى تغير كبير في السياسة على القليلة في اجتماع جون. الأساسيات تختلف من دولة إلى أخرى، نحن عنا الطلب العالمي وهو مهم فعلا لكل المشتركين في سوق النفط، ولكن كمان في عنا الميزانية الخاصة بكل دولة، البعض بهمه أن يكون عم يرفع الانتاج والبعض الآخر لا بهمه يكون عم يقلص الانتاج أكثر لحفاظ على أسعار مرتفعة. الصورة العامة بتخلينا نكون عم نشوف التوازن ما بين على القليل الدول اللي بهمها تقلص الانتاج والدول اللي قادرة تعود هيدا التقليص، خصوصي منشوف الولايات المتحدة خارج عن أوبك عند القدرة في حال قلصت أوبك الانتاج أنها ترجع ترفع انتاجها، فكمان في هيدي المخاوف من أنه تكون عم تدخل دول أخرى بإنتاجات مرتفعة يعني أكثر من الوضع الحالي. أظن الأسعار حول 80 دولار للبرميل سيناريو الحالي الرئيسية اللي نوعا ما رح نرسى عليه في الفترة القادمة. طيب سريعا وأخيرا لاقتصاد الصين الذي يحاول الوصول لمستوى 5% نمو، يبدأ هذا الأسبوع بيع سندات طويلة الأجل، هل تعتقدي أنه سيصل لهذا المستهدف؟ يعني
أرى الصورة أقل سلبية من ما كنا عم نتوقع قبل للاقتصاد الصيني، خصوصي ممكن عم نلاحظ البالانس تبعه نوعا ما جاي أفضل من التوقعات، حتى استيراد وتوريد النفط اللي بفرجينا قد في العجلة الاقتصادية جيدة نوعا ما كمان كان عم يرتفع. أرى إشارات إيجابية، ولكن الريسك لا يزال مرتفع في الصين. أعتبر هذا السوق هو هاي ريسك هاي ريورد، مخاطرة مرتفعة ولكن كمان الأرباح قد تكون مرتفعة، خصوصي أنه إحنا في مستويات متراجعة جدا في مؤشرات الأسهم مقارنة بالأرباح، بنحكي تراجع تقريبا أكثر من 10% من الأرباح في التسعير، فعنده فرصة كبيرة، خصوصي أنه بنلاحظ نوعا ما الأسواق الأسهم كلها في مرحلة ولو حتى منا أوفر بات ولكن تسعيرها مرتفع، مشان هيك بنشوف صح أنا رزق عالي ولكن قد كمان يعود بعوائد مرتفعة. فرح مراد شكرا جزيلا لك. شكرا لك.